قال رئيس شركة استشارات مخاطر شمال إفريقيا لدراسة المخاطر السياسية والأمنية في مجال النفط والغاز جيف دي بورتر إن المقترح الذي قدمه مساعد الرئيس الأمريكي للشؤون الخارجية سباتيان كورغا حول تقسيم ليبيا إلى 3 مناطق غير واقعي ولا يمكن تنفيذه، وقال إن الصراع في البلاد يتمحور بالأساس حول النفط، والتقسيم الذي اقترحه كورغا لا يراعي توزيع الثروات النفطية وبالتالي ينذر بخلق نزاعات جديدة بين الأقاليم الثلاثة. للمزيد من الأخبار والمعلومات زوروا موقعنا الوسط.الواي.